تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الداعية لجعل الرياضة أسلوب حياة، شاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بيوم البحرين الرياضي في مجمع السيف التجاري بحضور سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وعدد من موظفي الأمانة العامة للمجلس. وقد هنأ سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة جموع الشعب البحريني بهذه العادة السنوية التي سنتها الحكومة الموقرة منذ 7 من فبراير 2017. وأشار الأمين العام المساعد للمجلس إلى أن يوم البحرين الرياضي هو تقدير من الدولة للرياضة والدور الفاعل لها وما تقدمه للمجتمع.